رحبوا بكم من جديد. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن استعداد واشنطن لإبرام صفقة على أساس المقترح النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي المتعلق بمحادثات ملف إيران النووي. من جانبها تقول وزارة الخارجية الإيرانية أنها تحتاج لبعض الوقت لدراسة هذه المقترحات الأوروبية بشكل أعمق. فما هي هذه الصيغة النهائية التي عرضها الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق إيران النووي ووافقت عليه واشنطن؟ وكيف سيتم التعامل مع إيران في حال رفضت هذه المقترحات؟ يبدو أن ملف المحادثات النووية بين إيران والقوى الغربية قد وصل منعطفا يقترب من النهاية، فقد طرح الاتحاد الأوروبي نصا نهائيا لإيران يهدف إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي. وأضافت مصادر دبلوماسية أوروبية أن مرحلة التفاوض قد انتهت، وأن النص المقترح يعد النسخة النهائية ولن يتم عرض أي مقترحات بعدها. ورجحت هذه المصادر في نفس الوقت إمكانية التوصل إلى تفاهم في غضون أسابيع بعد مسار شاق دام أكثر من سنة ونصف من المفاوضات. وعلى الفور سارعت إيران بالإعلان أنها بصدد القيام بمراجعة شاملة للوثيقة الأوروبية المكونة من 25 صفحة، مؤكدة أنها ستقدم رأيها بعد ذلك إلى المنسق الأوروبي للمباحثات إنريكي مورا والأطراف المعنية الأخرى. كما أشار الجانب الإيراني إلى إمكانية إضافة بعض الشروط قبل تقديم الرد النهائي على بنود النص الأوروبي. الولايات المتحدة من جانبها وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية قال إن موقف واشنطن واضح وأنها مستعدة لإبرام الاتفاق بسرعة على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن النص الأوروبي هو الأساس المحتمل للعودة إلى شكل من أشكال الاتفاق السابق. كما أكدت الخارجية الأمريكية أن الوقت قد حان الآن للتأكد من نوايا المسؤولين الإيرانيين والتأكد من إن كانت أفعالهم وقراراتهم في هذه المرحلة تجاه المقترح الأوروبي ستتماشى مع تصريحاتهم السابقة التي عبروا فيها عن الالتزام بوعودهم والحد من نشاطاتهم النووية المزعزعة للاستقرار. ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا من طهران الدبلوماسي الإيراني وسفير طهران السابق في الأردن مجتبى فردوسيبور، ومعنا من بروكسل الدكتور ألكسندر كاتب خبير الشؤون السياسية، كما تنضم إلينا من واشنطن الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط نجار مرتزافي. نبدأ معك أولا أستاذ مجتبى، يعني ما هي هذه الصيغة النهائية التي برأيك عرضها الاتحاد الأوروبي على طهران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأن إيران كانت متحسمة في هذه المرحلة من المفاوضات الأخيرة، وكانت فعالة وكانت مرحب بكل المقترحات حتى المقترحات الإقليمية، يعني مقترحات اللي جاءت من طرف سلطنة عمان أو من طرف دوحة دولة قطر، وأيضا المقترح المطروح من جانب الاتحاد الأوروبي من جانب أنريكا مورا، رحبت بهذا المقترح الجانب الأوروبي. لكن المقترح الجانب الأوروبي باعتقادي يكون لها عدة دلائل، لأنه تنفصل ما بين الملف الفني وأيضا الملفات السياسية والاقتصادية. إيران ترحب بأن يكون ملتزمة في شروط ثلاثة، يعني الفعالية الدائمة للاتفاقية، أن يكون فعالية دائمة للاتفاقية، يعني يجب أن يتطلب أي نوع من الاتفاق في فيينا اليقين بشأن المستقبل. يعني يبدو أن أمريكا لا تزال تتطلع إلى استخدام العقوبات كأداة ضغط على إيران حتى بعد الاتفاقية. هذا لن يسمح لجانب الآخر بأنه التعهد من جانب أمريكا يتضمن فقط الحكومة بايدن، حتى الانتخابات في نوفمبر انتخابات المجلس الشيوخ ممكن يعني يقلل من الحتمية أو من تعهدات جانب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتفاقية. شيء ثاني أنه حل المسائل التنظيمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران تطالب أن يحل كل مسائل التنظيمية الذي تطرح من جانب الوكالة الدولية على إيران أو ضد إيران، لن يكون أولا قضايا سياسية لن تنظر أو لن ترى الجانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الملف من ناحية سياسية، ومن ثم
أن تحل كافة القضايا المطروحة في هذا الملف الفني. شيء ثالث، تعليق السياسي للعمل واتهامات ضد إيران، أن لا يكون، يعني لا يمكن لإيران أن تكون ملتزمة وأن يتم قبولها بانتظام من قبل الأنظمة المحيطة مثلا MPT ولم يتم قبولها من طرف بعض الكيانات، هذا ليس مقبولا لدى إيران. يعني ضروري أن يكون تعليق السياسي للعمل وأيضا الاتهامات التي تطرح من جانب وكالة دولية للطاقه الذرية ضد إيران. أستاذ ألكسندر، يعني استمعنا إلى ما يقوله الأستاذ مجتبى بأن هناك نقاط لن تقبلها في هذا يعني الصيغة النهائية لهذا الاتفاق. اليوم برأيك عندما يقول الاتحاد الأوروبي بأنه لن يكون هناك مفاوضات إضافية بعد هذه الصيغة، ماذا يعني ذلك؟ أظن أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يعني قام بالعمل الأكثر يعني في الأشهر السابقة لجذب الطرفين الأمريكي والإيراني إلى مرحلة يمكن أن يكون هناك اتفاق على معظم الشروط والمكاسب من هذا الاتفاق للطرفين. ولكن أكيد أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن له أن يفعل يعني ما على المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين فعله، وهو يعني رفع كل العوائق السياسية للحصول على هذا الاتفاق. فكما قال الخبير من طهران، فيعني هناك المستوى الفني وهناك المستوى السياسي، واليوم المسألة هي مسألة سياسية أكثر منها مسألة فنية. أستاذة نجار، يعني برأيك عندما تقول واشنطن بأنها مستعدة للتوقيع على هذا الاتفاق، إلى أي مدى ذلك يعني بأن الاتفاق هو أكثر لصالح الدول الغربية أكثر مما هو لصالح إيران برأيك؟ هذا بالضبط كيف يراه الجانب الإيراني. لقد رأينا بعض التأخير عندما تعلق الأمر بإدارة بايدن وانضمامها للجهود الدبلوماسية والمفاوضات. الآن مضى عام ونصف منذ تولي بايدن للسلطة، والمقترحات القادمة تأتي من الاتحاد الأوروبي، وإيران ترى الأوروبيين كحلفاء موثوقين للولايات المتحدة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملون سويا، وإيران لا ترى الاتحاد الأوروبي وكأن له موقف محايد. أتفق مع الضيف، الولايات المتحدة لعبت دورا في المحادثات النووية، أو أوروبا تحاول أن تجلب الطرفين سويا. هناك حاجة لاتخاذ القرار في واشنطن، والقرار فني أكثر منه سياسي. أيضا انظر على الاقتصاد الإيراني والذي سحق، وهناك حاجة لإصلاحات اقتصادية في إيران. أستاذ نجار، عفوا على المقاطعة، ماذا تعني عندما تقولين بأن هذا هو قرار سياسي لدى واشنطن، يعني باتخاذ أو حاجة لاتخاذ قرار في واشنطن بأنه قرار سياسي أكثر مما هو قرار فني؟ بالنسبة للقرار الفني لا نعرف بالضبط تفصيلات هذه الرزمة، ولكن الاتحاد الأوروبي قال إن الرزمة كاملة، لا يمكن أن توافق على صفحة وتعترض على صفحة أخرى. هم يحاولون جسر الهوة بين الطرفين، وهناك في طهران وواشنطن عليهم أن يقرروا هل هذا الشيء يمكن أن يسوقوه للشعبين، وعليهما التعامل مع ردود الفعل خاصة في واشنطن. الجمهوريون سيعترضون على الاتفاق مع إيران كما رأينا الحال مع الرئيس أوباما. أيضا في طهران سيكون هناك ردود فعل سلبية من المحافظين. هذه نقطة لافتة طرحتها أستاذة نجار. يعني أستاذ مجتبى، لماذا
لا تحاول إيران يعني انتهاء هذه الفرصة وأخذ هذه الفرصة طالما هناك إدارة تريد فعلا يعني إيجاد فرصة لهذه المفاوضات والتوقيع على هكذا اتفاق؟ ألا تتخوف إيران من أن تأتي إدارة جمهورية تعترض دائما على هكذا اتفاقات؟ أعتقد أولا في إيران وحدة موجود يعني وجهة نظر موحدة على كل أطراف الموجود السياسية في داخل إيران على موضوع قضية الملف النووي الإيراني. نحن نعلم لا يكون هناك افتراق في وجهة نظر سياسيا ما بين الإصلاحيين وما بين الأصوليين في إيران في ملف النووي. كل ذلك تنظر إلى سماحة المرشد وأن تقبل آراء ووجهات نظر سماحة المرشد وأيضا الأفكار العمومية يعني داخل المجتمع الإيراني تنظر على نفس الخطى. أعتقد بأنه ضروري صحيح إيران أخذت بعين الاعتبار هذه الفرصة ورحبت بموضوع الاقتراح. قلت هذا الموضوع إيران ترحب بكل الاقتراحات التي تأخذها بعين الاعتبار وهذا فرصة لإيران. بس إيران تريد أن ترجع إلى الاتفاقية النووية التي حصلت في سنة 2015. في سنة 2015 انتهى الملف النووي ووقع على الملف الفني في هذا المضمار مع وكالة دولية للطاقة الذرية. ومن ثم دخل على الموضوع السياسي والاقتصادي. وإيران أخذت كل قضايا أو مضايا الموجودة في الاتفاق النووي ما بعدها. أما حاليا أعتقد بأنه هناك في هذا الاقتراح تنفصل ما بين الملف الفني وما بين الملف السياسي والاقتصادي. إيران طبعا بدها تستفيد من كل مضايا الموجود وأيضا المنافع الموجود في ملف الاقتصادي خاصة في مجال الاستثمارات الأجنبية. كيف ممكن إذا ننظر بأنه تؤخذ بعين الاعتبار أن يكون ملف الفني مفتوحة دائما لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كيف ممكن يعني شركات الأجنبية أو شركاء إيران في هذا الاقتصاد أو في تعامل الاقتصادي داخل إيران يأتون إلى إيران ويستثمرون استثمارات هائلة طوال السنوات؟ لأنه كل ملف الاستثمار بدك تفتحها يعني خلال 10 سنوات 20 سنة. ونحن ننظر إلى تغيير الرئاسة في إدارة بيت الأبيض يعني خلال 2 سنين المقبلين أولا، ومن ثم في نوفمبر يعني خلال 2 شهر القادمة يعني نحن عندنا انتخابات في أمريكا مجلس الشيوخ. يعني ممكن تتغير وجهات النظر الأمريكي. وإذا لن يكون هناك ملف الفني مقلقا وأن يكون دائما مفتوحا، كيف إيران تعتقد أو إيران تعتمد على جانب الآخر بأنه تعطي لديها فرصة وإمكانية لاستفادة من المنافع الاقتصادية؟ يعني ضروري أن تقلق كل الملفات مع بعض، ملف السياسي، ملف الاقتصادي وأيضا ملف الفني داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لأنه نحن نعلم خلال سبتمبر أو ما بعد سبتمبر نحن عندنا اجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أستاذ مصطفى، لنستمع إلى الأستاذة نجار في هذه النقطة بالتحديد. في الاجتماع القادم في هذه النقطة بالتحديد أستاذة نجار، يعني الإيرانيون في السابق يقولون بأنهم تعرضوا إلى تغيير في مواقف وجهات النظر في الإدارات الأمريكية وخروج إدارة الرئيس ترامب من هذا الاتفاق وعدم رضاهم عنه. اليوم هم يقولون بأنهم يتخوفون أيضا من تغير السياسة الأمريكية بعد الانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي. إلى أي مدى يؤخذ هذا الخوف بعين الاعتبار في واشنطن برأيك؟ هذا الهاجس هو هاجس حقيقي. رأينا الرئيس أوباما يوقع على اتفاق مع الإيرانيين وبعد 2 أو 3 سنوات الرئيس التالي تراجع. هذا يعطي حافز للإيرانيين كي لا ينفقوا المزيد من الوقت على هذا الاتفاق. هناك فرصة بعد الانتخابات أن يكون هناك
تراجع ونتيجة للنظام الديمقراطي في أمريكا لا يمكن لأي رئيس أن يعطي ضمانات بشأن ما يمكن للرئيس القادم أن يفعله. نعم أنا أفهم أن هذا اعتبار ومخاوف حقيقية لدى الإيرانيين، لقد تألموا في الماضي نتيجة لمثل هذا، وهناك أو كلما أخر الإيرانيون المسألة كلما كان الوقت أقل للفوائد الاقتصادية لهم، ولكن لديهم مخاوف حقيقية. أستاذ ألكسندر، برأيك كيف سيتم التعامل اليوم مع إيران في حال رفض هذه المقترحات، خصوصا بأن إيران تقول بأن لديها بعض النقاط أو الآراء التي تريد إضافتها على هذا المقترح؟ شكرا. يعني هذا شيء متوقع ان يرفض يعني ايران النسخه الاخيره للنص الذي قدمته السلطات الاوروبيه، ولكن لا اعتقد ان يكون هناك يعني رفع لكل المفاوضات اثر اي رفض من هذه النسخه. فاظن ان من الجانب السياسي فكل الأطراف الغربية خصوصا الولايات المتحدة، ولكن أوروبا لها أيضا مصالح في ذلك، هي تريد أن يعني تترك هناك باب مفتوحة في يعني كسب هذا الاتفاق، سواء كان اتفاقا شاملا أم اتفاقا جزئيا. وهذا يأتي في وقت تعيش فيه أوروبا أزمة طاقوية متعلقة بالحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، والنفط الإيرانية هي تمثل يعني شيء له قيمة كبيرة في هذا الوضع الذي تعيشه في أوروبا اليوم. الأستاذ ألكسندر كاتب والأستاذ مجتبى فردوسي فور والأستاذ نجار مرتزافي، شكرا لوجودكم معنا.